الراديو 90-90 هواها مصر. كام من عشرة مع الكاتب الصحفي حسن المستكاوي وطارق أبو السعود. معاكم على راديو 90-90 ولسه مكملين حلقتنا النهاردة. ويمكن برضو محمد البغدادي بيشاركنا برأيه على صفحتنا على الفيسبوك، بيقول ان الموضوع بقى كله محتاج قطاع ناشئين من الاول بقى، ونخش من اول وجديد عشان نطلع لعيبة زي صلاح. ويمكن فكرة ألمانيا اللي اتكلمنا فيها هي اللي خليته يفكر في الموضوع ده. يعني انا معرفش انت عندك كم سنة محمد، بس عايز اقول لك حاجة. يعني في جيل اللي هم تحت ال 28 سنة و 30 سنة، الجيل الشباب كله يعني لا يعني طب احنا عايزينهم هم اللي يشتغلوا بجد. يعني دول عندهم افكار جديدة وعندهم افكار منطقية وبيفكروا يعني بالعصر والزمن، وتفكيرهم سريع، وانا شايفه حاسم. يعني ما ينفعش، لازم اي اتحاد كرة يكون عامل برنامج اعداد من زي ما محمد بيقول من الشباب الصغيرين، او احنا هيجي يقول لك ايه وابتدي يركبوا على بعض. ايه المنتخب الاولمبي، عايزين مدرب للمنتخب الاولمبي، اصل في دوره اولمبيه جايه وتصفيات اولمبيه جايه. يا عم اشتغلوا من دلوقتي، احنا مالنا احنا ليه لازم يبقى عندك منتخب اولمبي محترم ليه ادائنا كله مرتبط ان في بطوله جايه؟ هو انتوا بتتفاجئوا ليه يا مصر بتتفاجئي دايما بان في بطوله او دوره اولمبيه؟ ليه بتتفاجئي؟ ده كل اربع سنين يعني معروفة. كاس العالم 2050 الرجل بتاع اليابان مدير الاتحاد الياباني سنه 2003 عمل سيمينار في الاتحاد الاسيوي للمدربين الاسيوي، لمجموعه من المدربين، قال لهم انا احنا بنخطط في اليابان ان احنا ناخد كاس العالم 2050. طبعا المدربين العرب كان هيغمى عليهم الضحك زي دلوقتي. ليه لا هي ليه يا مصر بتتفاجئي بجد كل شويه ان في دوره اولمبيه، ان في كاس عالم، ان في كاس امم افريقيه، ان في تصفيات اولمبيه، ان في كاس عالم للشباب، ان في كاس امم افريقيه، ان في كاس امم افريقيه. انتوا فاكرين ولا لا؟ ان في دوري لازم يخلص قبل ما ليه ده يعني لازم اي اتحاد بيشتغل لل 20 سنه اللي جايه بغض النظر حضرته قاعد ولا مش قاعد. هي دي الدنيا حاجه بصراحه. يعني ما تقوليش هتدي كام 10 من الاتحاد عشان النمره اللي معايا وحشه جدا. هتدي كام 10 للاتحاد؟ اتحاد كره القدم ياخد كام من 10 في تنظيم الوديات اللي المفروض هنبتدي نلعبها؟ طريقه تنظيم الوديات وطريقه الاتفاق عليها وهذا التردد وهذا الاعلان عن وديات لم تتم ولن تتم، واختيار المدارس واختيار التدريب المدارس التدريبيه، انا يعني معلش 3 من 10 كويس جدا جدا جدا. يعني ده ما اقدرش ادي اكتر من كده بجد. يعني المنتخب ليه نمره طبعا 6 من 10 عشان وصلنا كاس العالم، عشان الاداء النضالي. احنا منتخب بيلعب بنضال ورجوله بس مش كفايه، عايزين نلعب كره حلوه نستمتع بان احنا بنلعب ماتش حلو زي ما عملنا قدام البرازيل كده في كاس القارة. ما هو بيبقى ماتش ده ماتش في ده كل 100 سنه. هو ماتش. هو ماتش مسموح لنا بماتش ونقعد نتكلم عليه ونفتكر ونقول زي جول مجدي عبد الغني زي هو بقى. هو جول. وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده من كام من 10. الاستاذ حسن المستكاوي ادى اتحاد كره القدم في تنظيمه لوديات المنتخب 3 من 10. لا وديات والاعلان عن وديات ما تمتش عن وديات وهذا التدارك المواعيد ونوعيه الوديات والتخطيط لهذه الوديات. لا 3 من 10 كويس جدا. حسن شرفتنا النهارده واهلا بيك معانا في راديو 90-90. احنا موجودين معاكم في كام من 10 كل اسبوع كل يوم 4 من الساعه 6 للساعه 8 هكون موجود معاكم طارق أبو السعود. وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده، خليكم دايما موجودين معانا على راديو 90-90.